عايزه تعملي معجنات اقتصاديه وكمان بدون بيض وكمان بدون زيت وكمان طعمها حلو. يلا بينا نشوف. هنعمل مع بعض النهارده صنف معجنات جميل جدا، خفيف واقتصادي وطعمه جميل وكمان من غير حشو، طعمه جميل يتاكل حاف كده من غير ما تحشيه. صنف معجنات بجد روعة، جربوه بإذن الله هيعجبكم. قبل ما نبدأ ونشوف مقادير وصفتنا نصلي على الحبيب المصطفى ونسمي الله، وما تنسوش دعمكم لينا بالاشتراك في القناة ودعمكم لينا باللايك، واللي أول مرة يشوف قناتي ما ينساش يعمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله هتعجبكم. بنقدم سلسلة من الوصفات والحلويات الجميلة، وكمان بنقدم سلسلة من الفيديوهات المتنوعة والمفيدة، وسلسلة من النباتات والفواكه النادرة اللي هتشوفوها لأول مرة. يلا بينا نسمي الله ونشوف مقادير وصفتنا. مقادير وصفتنا زي ما احنا شايفين، هنجيب كيلو دقيق. كيلو دقيق هحط عليه معلقة من الملح ومعلقة من الخميرة ومعلقة من السكر. الخميرة اللي هنستعملها في وصفتنا خميرة فورية، لو عندك خميرة عادية وعايزة تستعمليها الأول هندوب الخميرة العادية في كوباية من المية أو كوباية من اللبن الدافي لحد طبعا ما تتأكدي إنها شغالة. بعد كده هنضيف بقى على المكونات بتاعتنا، ضفنا معلقة كبيرة أو معلقتين من الخل. الخل هيدي مفعول جميل في المعجنات بتاعتك وهيديكي نتيجة أفضل. هنضيف بقى اللي هنا المعجنات بتاعتنا، هتعجنيها باللبن أو هتعجنيها بالمية بإذن الله هتطلع معاكي جميلة. والأفضل طبعا في العجن بتاعك، في العجن بتاعك ممكن تعملي نص الكمية لبن ونص الكمية مية، أو ممكن تعجنيها كلها باللبن، بتديكي طعم أحلى وبتديكي كمان قيمة غذائية أحلى في الوصفة بتاعتك. هنعجن بقى المعجنات بتاعتنا زي ما احنا شايفين. معجناتنا ما حطناش عليها لا زيت ولا حطينا عليها بيض. زي ما احنا شايفين ادي العجينة بتاعتنا بعد ما اختمرت، هسيبها حوالي ساعتين تختمر لحد طبعا العجينة ما تختمر معايا بالشكل اللي احنا شايفينه. بعد كده كمية العجين بتاعي هقسمها لتمن قطع، وأحاول أخلي القطع بتاعتي تكون قطع كلها متساوية. هقسم بقى عجينتي بالشكل ده، وطبعا زي ما قلنا أحاول أخلي المعجنات بتاعتي كلها متساوية. الخطوات اللي جاية هي أهم خطوة في الوصفة بتاعتنا، هي اللي هتنجح وصفتك وهتخليها بالشكل اللي شفناه في أول الفيديو. لازم تتبعي التكنيك الصح عشان تطلع معاكي النتيجة اللي شفناها في أول الفيديو. احنا بداية خمرنا المعجنات بالعجن، عملنا تخمير مرة واحدة. هقسم بقى العجينة بتاعتي لتمن أجزاء زي ما هنشوف مع بعض. أحاول طبعا أخلي الأجزاء كلها متساوية بالشكل ده. بعد كده بقى الخطوة المهمة واللي جاية في وصفتنا، هنا هستخدم في وصفتي نص قالب من الزبدة. نص القالب من الزبدة ده كمان مش هستعمله كله، ما يعادل نص كوباية من الزبدة وتكون بدرجة حرارة التلاجة بتاعتك. طبعا الزبدة ما تكونش سايحة، تكون بدرجة حرارة التلاجة. هاخد بقى قطعة قطعة وحفت فيها بس يدوبك جزء بسيط من الزبدة، ويفضل طبعا الزبدة أو السمنة اللي هتستعمليها دلوقتي اللي انت هتبقي مطلعها من التلاجة تكون طبعا نوع سمنة جيد، لأن طبعا المعجنات دي زي ما قلتلكم أنا هنا استعملت فيها نوع زبدة، ونوع الزبدة كان نوع حلو مخلي المعجنات طعمها جميل وطعمها حلو كمان من غير ما تحطي فيها أي طبعا أي غموس موجود فيها أو أي حشو. هاخد بقى قطعة من الزبدة قطعة بسيطة وحفت المعجنات بتاعتي بالشكل ده، وهحاول أعمل لها زي توريق من جوه كده بالزبده. هعمل معاكم واحده او اتنين كمان وهنشوف بنعملها ازاي. هنا هنفرد المعجنات بتاعتي، هتفردي طبعا سمك متوسط، مش لازم طبعا تفرديها جامد، سمك يا دوبك بس متوسط. بعد كده هاخد قطعه بسيطه من الزبده بتاعتي وحفرتها في العجين بتاعي. زي ما قلت الزبده بتاعتك تبقى طالعه من الثلاجه، وكمان نوع الزبده يفضل طبعا انه هو يكون نوع زبده او نوع سمن يكون نوع كويس عشان يديكي طعم حلو. حفتها بالشكل ده وهطويها بالزبده بالشكل اللي احنا شايفينه. هعمل معاكم واحده كمان وهكمل انا كل الكميه وهنشوف هنعمل ايه في باقي وصفتنا. تالت واحده هنفتها مع بعض بالشكل ده، وبعد كده انا هكمل كل الكميه وهنشوف المعجنات بتاعتنا هنعمل فيها ايه. ادي دول تلاتة عملناهم مع بعض وهكمل كل الكمية. بعد كده ادي كده دي اخر واحدة معانا، التامن واحدة، تامن واحدة من المعجنات فردنا جواها الزبدة بالشكل ده، وادي المعجنات بتاعتنا. بعد كده الخطوة التانية، وهي خطوة مهمة من ضمن نجاح المعجنات بتاعتنا، ان احنا هناخد المعجنات وهنحطها في طبق وهنسيبها تختمر للمرة التانية. الى مع عملية الاختمار ديت مهمة في نجاح وصفتنا، لان طبعا وصفتنا كمان ما حطناش فيها بيض، والبيض طبعا بيساعد ان العجينة بتاعتك تبقى هشة وبيساعد في نجاحها. هنا وصفتنا ما حطناش جواها بيض. بعد كده هجيب بقى صينية الفرن وهدهنها بالزبدة او السمنة او الزيت، وادي معجناتنا اختمرت للمرة التانية. هنا هسيبها حوالي نص ساعة، بعد هنا سبناها نص ساعة لحد ما اختمرت بالشكل ده.
بعد كده بقى تالت خطوة، واللي هي تعتبر عملية فرد المعجنات بتاعتنا. هنفرد بقى المعجنات بتاعتنا، خلاص مش هنحط فيها لا زبدة ولا أي حاجة، يدوبك بس هنفردها بالشكل اللي هنشوفه ده. هنا هنفردها بالشكل ده، وأحاول طبعا أما أجي ألفها رول ألفها بشكل مائل كده عشان تدينا الشكل اللي شفناه في بداية الفيديو. هعمل المعجنات بتاعتي بالشكل ده. انا كده طبعا دي تعتبر اخر خطوه، ولكن احنا لسه ما خلصناش التكنيك المهم اللي بنعمله في وصفتنا. هادي المعجنات بتاعتنا حفيتها بشكل بالشكل ده، واحاول طبعا اعمل لها زي بوز كده عشان تدينا الشكل اللي شفناه في بدايه الفيديو، ويبقى شكلها زي ما شفنا مع بعض. هبتدي اعمل مع كذا واحده معاكم بنفس الشكل، وهلفها بشكل مائل كده عشان تدينا الشكل بتاعنا. هنفس الطريقة، وهنشوف بعد كده هنعمل ايه في المعجنات بتاعتنا. طبعا المعجنات بتاعت الشكل هنكمل طبعا كل الكمية، وهعمل وادي كده عملنا ثلاثة مع بعض. هكمل بقى خطوات وعملية التخمير اللي بنعملها في المعجنات ديت، ونوع المعجنات ده هيدينا نتيجة أفضل، وكمان هيخليها خفيفة معاكي، وكمان لما حطينا الزبدة فيها أو نوع السمن الجيد اللي انت هتستعمليها فيها بيخلي كمان طعم المعجنات بتاعك طعم جميل جدا. هنكمل بقى كل الكمية، وادي هنا احنا كملنا كل كمية العجين بتاعنا بالشكل ده. بعد كده بقى الخطوة اللي بعد كده، وهي خطوة مهمة، ان انا هسيب العجين بتاعي يختمر مرة تاكله دلوقتي مع بعض. هنشوف شكله بعد ما اختمر للمرة التالتة. الخطوة بقى اللي بعد كده، طبعا الخطوة دي اختياري، لو انتي طبعا حابة تعمليها او مش حابة على حسب الموجودة عندك. هتجيبي نوع جبنة زي الجبنة ديت مثلا، او نوع جبنة ممكن تستعملي جبنة البيتزا او جبنة شيدر او اي نوع من الاجبان عندك، او جبنة مثلثات او اي نوع من الجبنة، وهتستعمليها في الوصفة بتاعتك. ولكن طبعا احنا الجبنة بتاعتنا هنا انا كنا عملتها بشكل خطوط طولية كده عشان طبعا هحطها على المعجنات بتاعتي، ولكن مش دلوقتي بعد ما تخمر. ادي بقى ادي المعجنات بتاعتنا، انا دلوقتي هسيبها تختمر. ادي المعجنات بتاعتنا بعد ما اختمرت للمرة الثالثة. يبقى كده المعجنات بتاعتنا احنا خمرناها للمرة الثالثة، وادي شكلها بعد ثلاث مرات من الاختمار. هو ده سر نجاحها، وهيخليها معاكي خفيفة وجميلة، وكمان مذاقها جميل. بعد كده بقى ادي قطع الجبنة اللي احنا جبناها وعملناها بخطوط طولية. هبتدي بقى محطها ما بين الفراغات، اللي هو ما بين الاماكن ما بين كل واحدة والتانية بالشكل ده. ولو عندك طبعا جبنة شيدر بالشكل ده ممكن احطها ما بين كل واحدة والتانية. طبعا هنا بتديها طعم جميل كمان لما تيجي تقطعيها، وكمان بتزود من مذاقها. زي ما قلت اي نوع جبنة مثلثات او اي نوع من الاجبان عندك ممكن تستعمليها وتحطيها في الاماكن دي، وممكن طبعا لو ما عندكيش اي نوع من الاجبان ممكن تسيبيها كده بنفس الشكل. انا هنا حطيت الجبنه بالطريقه ديت، وبعد كده بقى جبت بيضه، وممكن البيضه بتاعتك ديت تضيفي عليها معلقتين من اللبن وتخفقيها وندهن بيها وش المعجنات بتاعتي. لو مش حابه تضيفي عليها لبن ممكن بس بالبيض بس، ممكن طبعا نخفقه بالشكل ده واحطها بقى ادهن بيها وش المعجنات بتاعتي. هدهن المعجنات بتاعتي بالشكل ده، وبعد كده انا طبعا مولعة الفرن بتاعي قبل ما احط المعجنات، ولعي قبلها بحوالي 10 دقايق، وبعد ما هندهن وشها بالبيض هنحط المعجنات بتاعتنا بالفرن. هندهنها بقى من كل الاماكن، وطبعا احاول طبعا الاماكن اللي فيها الجبنة ديت هي كده الاماكن اللي فيها الجبنة، لو انتي حاطة نوع جبنة بيسيح الاماكن طبعا اللي فيها مكانها الجبنة ديت هتلاقي مكانها مكان الجبنة ساح وكمان دابت مع العجين، ولكن طبعا نوع الجبنة اللي انا حاطاه ده ما بيسيحش مع المعجنات، ولكن طبعا بيزود من مذاقها. هدهن بقى الوش المعجنات بتاعتي بالشكل ده، وبعد كده انا طبعا مولعه الفرن هحطها في الفرن بتاعي، ويكون طبعا في الفرن بتاعك درجه حرارته متوسطه، ما يكونش الفرن بتاعك عالي عشان تستوي معاكي كويس. وطبعا زي ما قلت اهم حاجه درجه حراره الفرن، ما تعليش الفرن عليها عشان تستوي كويس.
وادي المعجنات بتاعتي، طبعا هي لسه سخنه، هنشوف بقى شكلها بجد من ضمن المعجنات الجميله جدا اللي هتعجبك باذن الله لما تكفي بيها. ادي شايفين قوامها عامله زي الكيك بالظبط، قوامها جميل جدا وكمان معجنات هشه وخفيفه ومذاقها جميل. وادي قطع الجبنه اللي احنا حطيناها، زي ما قلت ان قطع الجبنه بتاعتي دي من انواع الجبنه اللي ما بتسيحش، ولكن طبعا هي بتديها كمان شكل حلو لما تيجي تاكلي كل قطعه من المعجنات بتاعتنا ومع الجبنه بيبقى طعمها حلو. معجنات خفيفة زي ما احنا شايفين، وزي ما طبعا هي شكلها بيتكلم عن نفسها، وباين عليها كمان انها خفيفة جدا وكمان مذاقها جميل جدا. جربوها، هنقطع حتة مع بعض وهنشوف شكلها كمان. ومن المعجنات القطنية جدا والجميلة والاقتصادية، ما خدتش معانا طبعا مكونات، احنا طبعا عملنا سلسلة من المعجنات على القناة، ضفنا من ضمن المعجنات اللي عملناها معجنات، عملنا معجنات كتير بالبيض، طبعا كان شكلها ومذاقها طبعا وشكلها مختلف وطبقتها مختلفة عن الطريقة ديت، ولكن طبعا دي من المعجنات الاقتصادية زي ما احنا شايفين. هنقطعها من جوه وهنشوف شكلها، معجنات مورقة من جوه زي ما هنشوف مع بعض، وجميلة جدا. ادي شكلها من جوه، جميلة جدا واقتصادية، وبجد جربوها هتعجبكم. اتمنى تكون وصفتي عجبتكم، واتمنى ما تنسوش دعمكم لينا بالاشتراك في القناة ودعمكم لينا باللايك، واللي اول ما بيشوف قناتي ما ينساش يدعمنا ويعمل جولة على القناة، بإذن الله هتعجبكم. واللي يعجبه الفيديو يا ريت ما ينسناش بالشير. والسلام عليكم ورحمة الله.